منو فينا ما يحب السفر وما يحب جو الاسترخاء والتفرفر في الاماكن السياحيه الحلوه؟ وترى من المعروف ان اللي يسافر يدور الراحه اكيد، بس تدرون ان في واحد صدق يحب يسافر لكن ما يدور على الرفاهيه، يدور على التعب والشقه، والاهم من هذا كله المغامره. وهذا اللي يميز شخصيه اليوم اللي راح اتكلم عنها، وهي الشيخ محمد آل ثاني. شوفوا، تراني ما راح أكلمكم عن سفراته والأماكن الحلوة اللي يروح لها، لكن بكلمكم عن الصعاب اللي تواجهها في السفر، طبعاً إحنا مو متعودين عليها، واللي لا أنا ولا أنتم نقدر نسويها، لأنه يروح يتسلق جبال. تحسبون الشيء هين؟ لا والله مو هين كلش. وأحب أقول لكم أن محمد يعتبر أول قطري يقف على قمة جبل أفرست ويعلق علم دولة الإمارات عليه وعلم دولة قطر، وهذا الشيء نفتخر فيه. وثانيا يعتبر من أوائل العرب اللي تسلقوا القمم السبعة. الحلو في سنابه أنه يعيشنا جو الإصرار والعزيمة والصبر، وهالأمور لازم نكتسبها منه. يا جماعة الخير، أنا ما بقول لكم روحوا تسلقوا جبال أو خاطروا بحياتكم، لكن بقول لكم شيء، خلوا من هالجبل هدف لكم وصارعوا وحاربوا عشان توصلون للي تبونه، واجعلوا من محمد آل ثاني مثالا للنجاح يحتذى به.